أعزائي مستمعي راديو الأهرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج همسة صحتك. كل سنة وأنتم طيبين وكل الأمة الإسلامية طيبة وبخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. وبعد الفطار والسحور كل يوم في رمضان بيجي العيد، وبنفطر بعد صلاة العيد على الكحك، وهو من أهم مظاهر وطقوس عيد الفطر المبارك، ولحد دلوقتي هو من أهم مظاهر الفرح والاحتفالات بالمناسبات والأعياد. ومع مرور الزمن وضيف للكحك البسكويت والبيجفور والغريبة وأشكال تانية كتير، بس بيفضل الكحك هو أساس الاحتفال بالعيد، علشان كده بنقول عليه كحك العيد. وبيبقى مصنوع من دقيق وسمنة وسكر، ومعظم الناس بتاكله مع الشاي باللبن أو الشاي السنة، وبنتبادل في تقديمه للضيوف والأهل والأصدقاء، وبنقدمه كمان هدية. ومن المهم إن احنا ناكل الكحك الصبح مش بالليل، لأن الجسم بيحتاج طاقة في الفترة دي وبيستهلك الطاقة أسرع وبكفاءة أكتر، وده بيبقى بتناول قطعة أو قطعتين على الأكتر. ويحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناول الكحك والبسكويت والغريبة وغيره، لأنه بيعمل مشاكل صحية كتير، منها زيادة الوزن، وده طبعا غير الأضرار اللي ممكن تؤثر على أصحاب الأمراض المزمنة زي السكر، لأن الكحك فيه نسبة عالية جدا من السكر، وعلشان كده لازم نحذر من تناول الكحك لأنه بيسبب إجهاد للبنكرياس نتيجة لارتفاع مستويات السكر في الدم، وزي مرضى القلب لأن الدهون المشبعة بتزيد من خطر الأزمات القلبية، وكمان مرضى السمنة لأن السكر مع الدقيق والدهون بيزيد من الشعور بالجوع وبالتالي زيادة في السمنة، ده غير إنه بيعمل إسهال وعسر هضم وحموضة علشان الدهون الكتير الموجودة في أنواع الكحك المختلفة، واللي طبعا بتتخزن في الجسم وبترفع من الكوليسترول في الدم، وطبعا بيأثر على القلب والشرايين والكبد كمان. وأكل الكحك بالليل ليه أخطار تانية كتير زي الشعور بالأرق وقلة النوم والانتفاخ والإفراط فيه مرة واحدة، وخصوصا بعد شهر رمضان وبعد الصيام شهر كامل، بيشكل خطر جامد جدا على الصحة والجسم كله، لأن الجهاز الهضمي كان متعود على وجبتين في اليوم بس، الفطار والسحور، ولما ناكل كمية كبيرة مرة واحدة بيعمل تلبك معوي وعسر هضم، لأن امتلاء المعدة بالمواد الدهنية بتعوق عملية الهضم. وأخيرا نعيد وناكل كحك العيد بس بشكل منظم وبمقدار قليل، قطعة أو اتنين في اليوم، علشان نتجنب الأخطار الصحية المزعجة ونستمتع بالعيد مع الأهل والأصدقاء. وكل سنة وانتم طيبين وبخير، وإلى اللقاء. أعدت الحلقة وقدمتها ميرفت عزت من راديو الأهرام.